مشاهدينا الجميع يحب أن يختبر ويسأل تشات جي بي تي، لكن هناك أمور يا عادل لا يجب أن تشاركها أبداً مع الذكاء الاصطناعي. أي والله، لا الذكاء الاصطناعي ولا راوية ولا نوف. طيب باختصار تشات جي بي تي ليس صديقك كالعادة. ننطلق أولاً من عالم السوشيال ميديا. أعظم AI صنع في العالم تشات جي بي تي من أوبن AI، حتى أنه يفهم عليك بالعربي مو بس إنجليزي. تخيل كأنك تتكلم مع صاحبك، ما يحتاج أنك تكون رسمي مثل جوجل. إذا أنت مبرمج بيعطيك أجوبة فيها كود، وإذا أنت طالب بيعطيك أجوبة فيها شروحات، وإذا أنت تسوي أي شيء بيعطيك أجوبة وحلول. هذا AI بيغير حياتك وحياتي، وكلنا نقدر نستخدمه بشكل مجاني. الكل يقدر يستخدمه. الشات بوت أو شات جي بي تي هو نموذج للذكاء الاصطناعي اللي طورته أحد الشركات مؤخراً، وأصبح يستخدم على نطاق واسع. وهذه التقنية تشبه كثير لغة البشر، تتحاور معك، تجاوبك على أسئلة، ممكن تطلب منها كتابة مقالات أدبية، وممكن تكتب سيناريو فيلم عن طريقها، وممكن تكتب مقالة علمية. شيء مرعب. التحذير ليس فقط منا نحن، لكن حتى شركات ألفابت، شركة الأم لجوجل، حذرت موظفيها من مشاركة المعلومات السرية. مظبوط، هذا تحذير كان لعدم مشاركة المعلومات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، خاصة برنامج الدردشة الآلية مثل تشات جي بي تي. الشركة أكدت خطر قيام الروبوتات الذكية بإعادة إنتاج البيانات، ما قد يؤدي لحدوث تسريبات قد تكون خطيرة. طيب على كل حال، إحنا طبعا سألنا الناس في السعودية أي معلومة ستعمل كل ما بوسعك لإخفائها. أيوة. عن مواقع الذكاء الاصطناعي وعن زميلتك أيضا. رقم هويتي، أي أشياء شخصية زي اسمي بالكامل، أو أي رقم شخصي لي مثلاً، حسابي البنكي، الصرافة حقتي. ممكن عن أهلي؟ ما حجاوب عليها طبعاً، بس الأشياء الثانية ممكن عادي تقريباً. كشخصية أكيد مش حاب الذكاء الاصطناعي يطلع عليها، لكن بشكل عام بالمجمل الذكاء الاصطناعي هو واجهتنا المستقبلية. أحس ممكن الأعمار ما تدخل في هذا المجال، لأنه بالذات الإنسان إذا دخل في مجال الإعلام وزي كذا فحيبان العمر، لكن مثلاً زي رقم الهوية، الأرقام السرية تطلع للذكاء الاصطناعي، فهي أكيد حتسبب زي المشاكل. أنا عن نفسي والله أشياء مثلاً أخفية لازم يكون الإنسان، خصوصاً يعني أشياء تخص أسرية عائلية، بتكون بشكل عام محتفظ بها أفضل يعني. طيب ينضم إلينا في الاستديو رودي شوشاني، خبير التحول الرقمي. رودي صباح الخير. صباح النور. يعني هلا بخلصنا من زميلتك المذيعة اللي جنبك، لا تخبرها سرك لأنه ايه على الهواء، لكن رح أزعل أنا. تشات جي بي تي يمكن تعرف تشات جي بي تي، ليه ما بدنا نخبره؟ جوجل عم تجري تعديلات على سياسة الخصوصية، خلاص ما عاد في خصوصية يستخدم معلوماتنا. اليوم نحن موجودين بفضاء الانترنت، شو ما بتحط على الانترنت هيدا اليوم صار مأرشف. طيب على اليوم ما بدنا نركز بس على تشات جي بي تي، في تشات جي بي تي، بينج، بارد، وألوف من التطبيقات اللي نحن بنستعملها ما بنعرف انه هن موصوله. فجوجل عنده معلومات. رح نسألك رح تخبرنا، بس خلينا نبلش بانه ليه ما عاد في خصوصيه. لأنه اليوم نحن اتجاه الإنسان واتجاهنا نحن كتير صرنا عم نحط معلوماتنا شئنا أما ما شئنا، يعني اليوم هيدا الموبايل نحن وين ما نمشي بيلحقنا شو عم نحط فيه، ممكن نحن يعرفوا هني عبر الخوارزميات وتبعهم أنه نحن هالمعلومات تطلع على الإنترنت. هيدا بغير معلوماتنا، معلوماتنا نحن سوشيال ميديا، انستغرام وغيره، شو بتحب شو بتكره شو بتحب، يعني في بروفايلينج كتير عم بيصير كتير كبير. هيدا اذا بنحكي جوجل، واذا بنحكي على تشات جي بي تي والمعلومات الجديده اللي نحن انطلقنا تنركض عليها وصلنا نعطيها معلوماتنا ببلاش. مزبوط، ولغاية الآن هي تستخدم لأغراض تسويقية ودعاية وما إلى ذلك، ولكن ما بيعرف الواحد شو ممكن يستخدموها. صحيح. في المستقبل. على كل حال الخبراء عم بيحكوا بأنه يا جماعة الخير حتى الحسابات اللي بتحذفوها، أي شيء نشرتوه حذفتوه
مثلا حساب جوجل لو حسابكم انتم حذفتوه، الشركه بتقدر حتى تستخدم المعلومات اللي كانت على حسابكم وهو محذوف. صح، وهذا التطوير الاخير يعني، وهذا التطوير الاخير اللي صار اللي هو قال نحن عم نستعمل معلوماتكم. سو اليوم على الانترنت ما في شيء اسمه حذف، متى فاتت المعلومه خلص صارت موجوده. لو نحن بنطلبها، اذا اليوم انتم فيكم كمستخدم لجوجل وغيرهم فيكم تفوتوا تطلبوا بياناتكم. انا طلبتها 30 جي بي من الداتا، شيء هائل من المعلومات اللي عندهم اياها. ما في شيء اسمه حتى بالتشات جي بي تي وغيره، اذا تفوتوا تحذفوا المحادثه ما بتروح، هي تعلم منا. هيدي شغلة كتير نحن ما بنعرف نتعلم منها، ونحن تشات جي بي تي وهل يعني احنا عم نغذيه، نحن عم نغذيه، هو بتغذى بالمعلومات ونحن بنغذيه. المشكلة انه يعني انا هذا اللي شوية ملخبطني، بانه سابقا كان كل الحديث انه صراع الخصوصية وحماية الخصوصية، اليوم راحت الخصوصية، بل انه حتى لو ما عندك انترنت جوجل حتستخدم هذه المعلومات لانه عندها قاعدة البيانات موجودة وحتستخدمها على الشات جي بي تي وغيرها. مزبوط، ونحن دائما عم نفوت. هلا اليوم في قوانين قد ما بدك تروح على اوروبا عندك قانون الجي دي بي ار، تروح على الامارات، تروح على السعوديه، وين ما تروح في هالخصوصيه، بس التطبيق تبعها بهالموضوع عم بيكون في مشاكل كتير كبير لانه ما عم بيحترموا الخصوصيه المضبوطه. ونحن كناس مستخدمين عم نفوت معلومات هائله، ولازم ننتبه منها. شغله كتير اساسيه نعرف شو عم نفوت، مش عمالنا بنحمي خصوصيه 100%. هيدي كتير. طب انا عندي سؤال فضولي، شو اكثر شيء خطير انه نشاركه مش بس على الانترنت بشكل عام، ولكن مثلا على روبوتات الدردشه مثل تشات جي بي تي؟ هل هو حساب البنكي ولا كل شيء متعلق فيه؟ اهم شيء المصاري. بنبلش بما انتم ذكرتي حساب البنكي والمعلومات الماليه ككل، يعني من الكريدت كارد وغيرهم، هولي القصص ممنوعه، البيانات تبعنا الحركه الماليه ممنوعه، بيانات الخصوصيه واللي بتحدد الهويه، عمري، ايميلي، طيب، كل هذا، الباسبور، الايميل، المعلومات، وين انت، وين رحتي، وين جيتي، معلومات الصحيه والميديكال، هونيك الخطوره، لانه هولي بيعتبروا من اهم معلومات واهمهم. اليوم انتم ونحن موجودين باستوديو وغيرهم، وصار في كثير مشاكل، اسرار العمل والمهن اللي نحن، طيب، ممكن نستخدم بعض المعلومات السريه، وسامسونج وقعت بمشكل قانوني بهذا الموضوع. رودي، هل احنا عم نغذي هذا الشيء الجديد اللي دخل حياتنا بالمعلومات؟ هل حيفهم العقل البشري بالتالي يصل الى مرحله يتصرف كبشري قائم اليوم؟ يعني اكيد ما راح يفهم عقل المراه، بس انه يلا اليوم ما بعرف عقل الرجال احسن، بس انا عم دافع عن المراه اهين بس اليوم احنا وين واصلين؟ بدك تحط حالك انت هيدا شخص غريب، هيك بدك تحط من نفسي هيدا شخص غريب، وعم بيجربوا يقلدونا بالذكاء اللا مش الاصطناعي، بس الوعي الغير اصطناعي، وهو بيتدرب مثل ما نحن بنتدرب نحن وهو صغار. فهو عم بيوعى محل، ونحن واصلين لمحل نحن بعد سنه اكثرها انه تشات جي بي تي وغيرهم هو موجود اوف لاين بلا انترنت على الموبايل. يعني شو ساحب المعلومات تبع العالم والانترنت كل هيدول القصص حاططهم عنده وهو عم بيولد من عنده. إذن هي مرحلة جديدة بتطور الانترنت الجديد حتى او الشبكات الانترنت. كنا جي 3 الان وين رايحين؟ الله يستر. وكله سيف ذو حدين. يلا الحياه سعيدة. صحيح صحيح، بس بدنا ننتبه اهم شغله انه دائما انتم عرفوا شو عم بتحطوا، كونوا واعيين بالتصرف تبعكم، ما تحطوا كل المعلومات والبيانات خاصه الشخصيه والخصوصيه تبعكم. اذا رودي شوشاني خبير التحول الرقمي يقول لكم انتبهوا على معلوماتكم، وانتم بالتاكيد احرص على هذه المعلومات، لا تشاركوها. شكرا رودي شوشاني. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.